السي نزار بارك الله فينا لماذا من كفاءة ونزاهة فكرية أننا نأخذ المشعل من جديد. إذا شفنا التفاعل ديال المواطنين سواء من خلال الحملة الانتخابية اللي قايمين بها أو حتى من خلال يعني وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن نقول لكم بأن السكان ديال الدار البيضاء، أنا الآن كندير الحملة في الدار البيضاء، يعني عندهم أمل كبير في حزب الاستقلال، عندهم أمل كبير في الأطور ديال حزب الاستقلال، لأنهم تعودهم على أنهم كيكون عندهم واحد سير دائما إيجابي، دائما مبرمج، دائما كيحسن الأوضاع ديال المجالات وحتى ديال الدولة ملي كيكون حزب الاستقلال مسير الأمور. أنتم عرفتوا الإجراءات اللي كان خدها حزب الاستقلال في الحكومة ملي كان متأسس الحكومة، كيفاش رفع من قوة الشرائية ديال الطبقة المتوسطة، كيفاش شجع الشباب على التشغيل، كيفاش خلق مناصب شغل، كيفاش والوقت اللي جا ديال التعليم وكان ذاك الأمور ديال التعاقد، حزب الاستقلال كان رفض هذه القضية التعاقد، واليوم حزب الاستقلال يعني كيلتزم انه غادي يحل هذه الاشكاليه التعاقد خلال 5 سنوات ديال الحكومه اذا كانت عنده الحظ انه يكون فيها. تنتمنوا ان هذه السياسه ديال المدينه مستقبلا ما تبقاش تاخذ غير بعض المناطق كأنفا والمعارف الى غير ذلك كانهم هما الواجهه الدار البيضاء وتهميش بعض المناطق الاخرى. اليوم ولا اصبح ضروري بطبيعه الحال اعاده النظر في السياسه ديال التشغيل وديال الشباب، لانه تيخصنا نحاولوا ما امكن بطبيعه الحال. هذه شعارات نقدروا نقولوها، ولكن هو واحد الواقع مؤلم تيخصنا نواجهوه.